دعوة السيد إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية القوى السياسية إلى عقد مؤتمر حوار وطني للخروج من الأزمة التي يشهدها البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ سعد وتحية لمشاهديكم الكرام. أكيد اليوم أي مبادرة أو أي خطوة باتجاه فتح هذا الانسداد السياسي هي بصالح هذا البلد، لأن حضرتك تعرف ويعرف السادة المشاهدين اليوم البلد معطل تماما، باعتبار أن اليوم القوى السياسية لحد الآن لم تتفق، جزء يرغب في التوافقية وجزء يريد الأغلبية. نعم. فإذا لابد وأن يكون هناك اتفاق، وأنا أعتقد اليوم عقد طاولة يجلس جميع الفرقاء فيها والحديث عن مستقبل هذا البلد هي الخطوة الأمثل. يعني اليوم كل السياسيين اليوم اللي نراهم يتحدثون بالفضائيات يتحدثون عن أنه يجب أن تكتمل حلقات الدستورية ويتم انتخاب رئيس ورئيس وزراء وتشكيل حكومة. طيب شنو المانع لعد؟ شنو المانع أنه اليوم تتفقون وتجلسون في جلسة واحدة وتبدأ بعض التنازلات؟ يعني اليوم الإصرار على بعض القضايا ربما يغرق البلد ويضيع البلد، لكن عندما يكون هناك مثلا اتفاق، هناك طرح رؤى، هناك أيضا بنفس الوقت تفكير بمستقبل هذا البلد. يعني اليوم البلد يعيش أزمة، أنت تعرف حضرتك العراق جزء من العالم الإقليمي والعالم الدولي، وأي أزمة تؤثر عليه عندما يتم تأثير بهذه الجانبين. العراق أيضا يمر بفترة اقتصاد تعبان، اليوم أيضا هناك شحة في المياه، هناك كثير من الأمور تحتاج إلى حكومة. يعني اليوم الحكومة اللي موجودة هي لم تقصر في عملها، تعمل، ولكن هي حكومة تصريف أعمال دائما تصطدم بواقع أنه لا يمكن لها أن تتخذ القرارات الحاسمة. إذن الفرقاء السياسيين الذين أكثر من 7 أشهر يتبادلون المبادرات والأحاديث وكل يوم تظهر لنا مبادرة، يجب التعاطي مع هذه المبادرات. يعني اليوم الشارع العراقي حقيقة ينتظر الكثير، أكو معاناة أستاذ سعد، أكو معاناة حقيقية. هاي المعاناة إذا ما يفهمها السياسي، إذا ما يعاها المتصدي للعملية السياسية، أعتقد البلد يذهب باتجاه مغاير. يعني اليوم حاجة الناس، إصرار الناس على تقديم الخدمات، إصرار الناس على أخذ فرصتهم بالحياة، من حق الناس اليوم يعيشون حياتهم الطبيعية اللي كفلها لهم الدستور. طيب إذا هذا الصراع الدائر منذ 7 أشهر على تشكيل حكومة، كيف لنا اليوم أن ننفذ البرامج الأخرى؟ متى نقر الموازنة؟ متى نعمل البرامج المهمة؟ متى نتعاطى مع المشاريع المتوقفة والاتفاقيات المتوقفة؟ متى نلتفت لهذا الشعب الذي يعاني؟ أنا أعتقد اليوم المبادرات التي تطرح بشأن اتفاق أو جلوس على طاولة واحدة يجب أن تخرج إلى النور، ويجب أن يفهم جميع طيب. أخوة السياسيين اليوم المتصدين للمشهد السياسي بأن مسؤوليتهم هو فتح هذا الانسداد والخروج بمخرجات تخدم الشعب العراقي بالدرجة الأساسية. طيب.